Ladies and gentlemen, good morning. Mr. Prime Minister, I'm sorry actually for the delay. It's out of hand because I missed my connection yesterday. This was the first plane to come from Frankfurt, so I just made it. And if you allow me, I'll just go in Arabic. معالي رئيس مجلس الوزراء المجلس سيد فيكتور بورمن معالي وزير الخارجية أصحاب المعالي والسعادة والسيادة أيها الحضور الكريم يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة المجر رئيسا وحكومة وشعبا وأخص بالذكر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فيكتور أوربن لرعايتهم واحتضانهم هذه القمة المصرفية الدولية وعلى كل ما قدموه من دعم ومساندة لإنجاح فعالياتها كما يسعدني أن أشكر وزارة الخارجية للمجر على الدعم الكبير والتعاون المميز والشكر موصول إلى ضيوفنا الكرام من كافة الدول العربية ولأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الذين حرصوا على الحضور والمشاركة أيها السيدات والسادة لماذا اختار اتحاد المصارف الشمولي المالي عنوانا لهذه القمة الدولية؟ ذلك يعود إلى الاهتمام الدولي خلال السنوات الأخيرة الماضية وتحديدا في 29 ديسمبر 2003 عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد كوفي أنان ميالي الحقيقة القاسية هي أن معظم فقراء العالم لا يزالون يفتقرون للخدمات المالية الأساسية والمستدامة سواء كان للإدخار أو الائتمان أو التأمين والتحدي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة الفعالة في القطاع المالي لذا فإنه واجب علينا أن نبني قطاعات مالية شاملة تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم والمقصود ببناء قطاعات مالية شاملة هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالي والذي يعني بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى ذوي شرائح الدخل المنخفض في المجتمع على عكس الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعال ويمكن القول في هذا المجال أن الخدمات المصرفية هي في طبيعتها سلع عامة يجب توفيرها إلى جميع السكان دون تمييز وقد أظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أن حوالي 38% من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد إضافة إلى التأمين ووثائق الأوراق المالية والتمويل المتناهي الصغر والخدمات المالية غير الرسمية فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية وبالتالي لن يؤدي إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي إلى تحسين معيشتهم وحسب لكنه سيسهم أيضا في سلامة الأنظمة المالية ذاتها فالأزمة المالية العالمية الأخيرة ألقت الضوء على هشاشة الأنظمة المالية وأهمية الربط بين الشمول المالي اللي هو الفاينانشال انكلوجن والاستدار والنزاهة وحماية المستهلك أيها السيدات والسادة أن الأهداف الرئيسية للشمول المالي وفق الأمم المتحدة تتلخص في حصول جميع الأسر والشركات بتكلفة معقولة على مجموعة من الخدمات المالية بما في ذلك المدخرات والقروض قصيرة وطويلة الأجل والتأجير التمويلي والرهون العقارية والتأمين والرواتب والمدفوعات والتحولات المالية المحلية والدولية ثانيا قيام مؤسسات سليمة تعمل في إطار أنظمة وإدارات ملائمة ومعايير الأداء القطاعي فضلا عن الرقابة الاحترازية السليمة عند الحاجة وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية كوسيلة لتسهيل الوصول للخدمات المالية وجود العديد من مقدمي الخدمات المالية لتحقيق فعالية من حيث التكلفة وتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للعملاء أيها الحضور الكريم أن اتحاد المصارف العربية الذي تأسس عام 74 ومقره الرئيسي في مدينة بيروت ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ضمن منظمات العمل العربي المشترك يضم اليوم في أسرته نحو 340 مصرفا ومؤسسة مالية ومصارف مركزية من كافة الدول العربية ولديه 5 مكاتب إقليمية في مصر واليمن وتونس والسودان والأردن وقريبا في دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا ويركز اليوم في إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من الأنشطة تهدف إلى تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي وخصوصا بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية ويهمني في هذه العجالة أن أشير إلى تطور أداء قطاعنا المصرفي العربي خلال العام الماضي حيث تشير البيانات التي إلى تخطي إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي عدد 3.1 تريليون دولار كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.1 تريليون دولار وحقوق الملكية حوالي 340 مليار دولار وتشير التقديرات إلى حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد العربي
قد بلغ حتى نهاية عام 2014 نحو 1.7 تريليون دولار، وهو ما يشكل 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية، فبالرغم من استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل قاطرة الاقتصاد العربي ورافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية. أيها الحضور الكريم، الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يوفر هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات والحصول على الائتمان والاستثمار، ولتوفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة، فإن منطقتنا العربية تحتاج أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه على المدى العقود الماضية، ونرى أن زيادة فرص الحصول على التمويل يمكن أن تساعد في سد فجوة النمو هذه. من جهة أخرى، لا يزال العالم العربي دون المستوى المطلوب على صعيد الشمول المالي على المستوى العالمي، حيث أن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية لديها حساب مع مؤسسة مالية. المنافسة الحقيقية في الأسواق المالية والمصرفية، العمل على توزيع المنتجات والخدمات المالية المتخصصة، دعم حصول المرأة على التمويل. أيها الحضور الكريم، لا شك أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هو أمر أساسي، ويرتبط مباشرة بإعادة هيكلة الاقتصادات العربية لكي تصبح تلك المشروعات من أهم آليات التفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في وطننا العربي. وبحسب مؤسسة التمويل الدولية IFC، فقد بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المنطقة العربية ما بين 19 إلى 23 مليون مؤسسة تعمل في القطاعين الرسمي والعام. وفي دراسة إحصائية ميدانية قام بها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، أظهرت أن حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 8% من مجموع القروض المقدمة بين القطاع المصرفي العربي، وأن المصارف الحكومية تلعب دورا مساويا تقريبا للمصارف المملوكة في القطاع الخاص، حيث بلغ متوسط هذه النسبة 9%. ومنذ بداية التحولات في المنطقة العربية، عمل الاتحاد مع البنك الدولي على تحديث هذه الدراسة، وتشير النتائج والمؤشرات الأولية مع الأسف بأنها ليست أفضل من السابق. أيها الحضور الكريم، يشكل الشباب والأطفال دون سن 18 عاما حوالي 36% من السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي الوقت الذي تكثر فيه الابتكارات والسياسات المتعلقة بالمسائل المالية لهؤلاء الشباب، من المهم التركيز على الحقائق المالية التي يواجهها هذا الجيل، لأنها سوف تؤثر على تطور المنطقة بأسرها. إذا ما نظرنا إلى الظروف والتغييرات التي مرت وتمر بها منطقتنا العربية خلال السنوات القليلة الماضية، ومستوى عدم الاستقرار الاقتصادي والبطالة التي تعاني منها، نجد أننا بحاجة لتوفير التوعية المالية للمزيد من الشباب والأطفال وإشراكهم في النظام المالي وفي تحديد ملامح الاقتصاد الجديد، باعتبار أن هؤلاء الشباب هم مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسؤولية تعزيز الاقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون سياسات التعليم المالي والشمول المالي المخصصة للشباب. أجدد شكري وتقديري لدولة الرئيس فيكتور أوربان وللحضور الكريم والمتحدثين الكرام ولكل من شارك في هذه القمة التي نتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي الحقيقة في عجالة يعني أحب أن أنا أكرر الشكر لرئيس الوزراء، وأنا حضرت جزء من الكلمة بتاعته، وكان الحقيقة فيها رسالة طبعا على الفرص الاستثمارية اللي موجودة في المجر للجميع، وفي نفس الوقت كان في رسالة أخرى مهمة اللي هي بتتكلم على الحرية، وبتتكلم على أن طبعا كل دولة بيبقى لها ظروفها سواء من ناحية ديمقراطية أو بصفة عامة. ويمكن كنت متابع لما كان الرئيس السيسي في الزيارة قريب، وكان برضو الحقيقة كان نفس الملحوظة اللي أخذت استحسان الجميع، لأن كل دولة لا شك بيبقى لها ظروفها الخاصة بيها. أكرر الشكر لحضراتكم، وأكرر الشكر لدولة رئيس الوزراء، ومع تمنياتي بالتوفيق. ألف شكر.